ابن ناس يعني كده. يا انا حسيته ان اخويا. وعديته حلو. اقعد اقعد. معلش يا صاحر، ما جبتش معايا هديه وانا جاي. الله وكيل خبر انه كده، كنت جبت معايا زبلفايه لو بقى مزاجه. ونعمل اختيار يا صاحر، عرفت اختاري. مش بقول لك ابن ناس؟ ما رجوله يلاقي ناس برضه. طب تصدق عليا النعمه من نعمه رب، انا لو معايا فلوس كنت جبت احسن قرطاس مزاج وشربنا له واحد. اسكت بقى كفايه. ولا يخصني كل اللك اللي بتلك فيه ده بتعريفه مهره فيه انت. خليكي جدعه واخلصي، ما تخلينيش نظبط عليكي. لا اله الا الله، انا بقالي ساعه بقول لك سافرت هي واخواتها، انت ليه مش عايز تصدق؟ بمرتي سافرت، وسافرت فين؟ بره مصر. بره مصر فين؟ امريكا. امريكا؟ بتعوجي معاها صحر؟ انا موت وسيب اللي قرتشتي واعوج معاي. مهره في مصر هي واخواتها. مهره فين يا صحر؟ مهره اتجوزت يا جابر. خلاص؟ جوزت؟ جوزت مين؟ انطقي. مستر زيدان. صاحب المصنع. جوازها باطل، مهره مرتي وما طلقتهاش، وهتفضل مرتي لحد ما اقفل باب تربتها بيدي واتجبر ربي كريم. اسمع يا ابن الناس، مهره اتجوزت راجل غني وخلفت منه عيل، ما بقتش مهره اللي انت تعرفها زمان، وبقت واحده تانيه خالص، يعني ما بقتش تنفعك، وانت راجل صعيدي وفاهم كويس في الاصول، ما ينفعش نعترض طريق واحده ست متجوزه وعندها كمان عيل. بتقولي ايه ولا ايه انت؟ كل الكلام اللي بتقوليه ده انا همسحه وجوز ايه وعيل ايه؟ امال انا ايه؟ واللي حصل لي ده ايه؟ ايه ادخل السجن تفجر وتصرمح وتدور على حالي ان شاء الله؟ بينا ودينا على مهره، خلينا اتفاهم معاها واصفي معاها كلامي. بينا اوعى سيب ايدي. بقول لك ودينا على بنت بيه. ايه يا بنت بيه؟ ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش. ماما ما تخافش يا حبيبي، ما تخافش. تغور انت ومهره واللي متشدد لكم كمان. عايزين ايه مني تاني؟ كل واحد فيكوا عايش حياته، وانا اللي هنا معكوكه مربوطه في عجله العربيه الكارو رايحه جايه عشان اربي الواد ده واصرف على جوزي اللي بطل يبقى جوز من ساعه الزفت والهباب اللي بيشربه ده. عايز ايه مني يا جاب؟ هو انا اللي جوزتكوا ولا انا اللي حبستك؟ روح يا اخي دور عليها في مكان تاني بعيد عني، ولو انك فعلا ما تستاهلهاش. كل اللي قلتيه صح يا صحر، بس انا عندي كلام لسه ما خلصش، ومهما حصل هفضل ابرم وراك ده لحد ما الاقيها وعزة وجلالة الله دكت مكانها. ما عنديش سكة تانية في الدنيا دي غيرك وعزة وجلالة الله. لو ما قلتليش مهرة فين لغربلك. هقول لك يا جابر،